بسم الله الرحمن الرحيم. يعد الطيار السعودي عبد السلام أحمد سرحان رحمه الله تعالى والمولود في سنة 1320 في مكة المكرمة أول طيار سعودي يحلق في الأجواء السعودية، فإنه قد حلق فيها في سنة 1341 في سماء جدة لمدة 20 دقيقة، وكان طيارا معروفا في زمن الأشراف، ولما دخلت الحجاز ضمن حكم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ذكر له طيرانه وأعجب به وأمر به أن يحلق بالطائرة. ولما تقاعد الطيار العقيد عبد السلام أحمد سرحان صار مستشارا في خدمة الطيران. ومما يذكر في الطرائف المتعلقة به أن العقيد أو كما كان يلقب بالزعيم عبد السلام أحمد سرحان رحمه الله يعود له الفضل في إنشاء بعض مدارج الطيران في المملكة العربية السعودية، لا سيما مدرج الطيران في جدة، فإنه كان يقوم بركوب الإبل والحمير ويبحث في المكان المناسب ليكون مدرجا لهبوط الطائرات، وهذه مهمة صعبة مكلفة شاقة متعبة على ظهور الإبل والحمير. ومن الطريف أنه في مرة من المرات لما عاد في سفره مر على المدقق الحسابي حتى يعطيه قيمة علف الحمير أجلكم الله الذي استخدم في هذه الرحلة الوطنية والمهمة الرسمية، إلا أنه جرى بينه وبين المدقق المالي حول أجرة الطيران أو أجرة الحمير، فالمدقق المالي مثلا يقول أنت كان من المفروض أن تنفق 10 ريالات، لماذا أنفقت 20 ريالا على حلف الحمير؟ ويعد عبد السلام أحمد سرحان رحمه الله تعالى شخصية بارزة وما زالت بحمد الله في المملكة العربية السعودية بذكرها الطيب. توفي رحمه الله في حدود سنة 1413.